السلام عليكم مشاهدينا الكرام. ماذا يحصل لليلة التركية وإلى أين تسير الأمور؟ هل هي نتيجة للقرارات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية أم الأسباب أبعد وأعمق وتاريخيا كانت النتيجة متوقعة حسب العديد من الباحثين والمختصين؟ تداعيات كل ذلك على الداخل التركي وتداعيات ذلك وتأثيره على الانتخابات المقبلة، كل ذلك سنناقشه اليوم في أوراق تركيا. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود لمواصلة الحديث. للاقتصاد علاقة وثيقة بالانتخابات في كل دول العالم، فهو يلامس حياة المواطنين والناخبين اليومية، لكنه في تركيا أوثق علاقة بها. فالعدالة والتنمية تأسس وفاز بأول انتخابات يخوضها إثر أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالبلاد في بداية الألفية. كما أن استمراره في حكم تركيا كل هذه السنوات يعزى لعدة إنجازات في مقدمتها التنمية الاقتصادية التي حققها ولمسها المواطن في حياته اليومية كذلك، ما دفع بالعدالة والتنمية لرفع شعار أهداف عام 2023، أي ذكرى مئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ليكون عام دخول تركيا ضمن الاقتصادات العشرة الأقوى في العالم. بيد أن وتيرة الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية تراجعت خلال السنوات الأخيرة في البلاد لأسباب عديدة، بل ظهرت في الأفق عدة مشاكل وتحديات أمام الاقتصاد، وقد أعمقت جائحة كورونا من هذه المشاكل وعظمت التحديات وفق مراقبين. مؤخرا رفعت المعارضة لواء الاقتصاد ومشاكله في وجه الحكومة بخطاب يقول إن المشاكل الاقتصادية سببها سوء الإدارة وليس الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلية والدولية التي تذكرها الحكومة، وبالتالي يرى كثيرون أن الاقتصاد سيكون أحد أهم المعايير التي ستكون مؤثرة في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في البلاد عام 2023. في هذا السياق والظروف يأتي إصرار الرئيس التركي على سياسة تخفيض سعر الفائدة لتنشيط عجلة الإنتاج والاقتصاد، وهي الرؤية التي تنتقدها المعارضة وطيف مهم من الاقتصاديين والأكاديميين، من باب أنها تؤدي لتراجع قيمة الليرة وقد لا تساهم في خفض نسبة التضخم، أحد أهم الأهداف التي تتوخاها هذه السياسة. ثمة حالة من شبه الإجماع في الأوساط الاقتصادية التركية على أن عوائد تخفيض الفائدة والنتائج الإيجابية المرجوة منها قد تكون على المدى المتوسط، فيما ستكون بعض النتائج السلبية وخصوصا ما يتعلق بسعر صرف الليرة حاضرة في المدى القريب. ولذلك ومما أعلن يبدو أن الحكومة سوف تتجه لبعض سياسات الدعم بخصوص الإقراض والضرائب وحتى الحد الأدنى للأجور في محاولة للتخفيف من الآثار السلبية للوضع المالي في البلاد على المواطنين. فهل تنجح هذه السياسة المالية التي يعاند بها الرئيس الكثيرين في تحقيق أهدافها المرجوة؟ وهل يمكن لها تحقيق هذه النتائج دون أن تزيد من الأعباء على المواطن في حياته اليومية؟ أسئلة مهمة تتسيد الأجندة السياسية والاقتصادية والإعلامية في تركيا وعنها مؤخراً، حيث يبدو أن مآلات هذه السياسات ستكون أحد أهم معايير النجاح والإخفاق في الانتخابات المقبلة، سواء أقيمت في موعدها عام 2023 أو بكرت قليلا وفق مراقبين. إذن العملة، المسألة الاقتصادية، القرارات المالية والانتخابات في الأفق المتوسط، كل ذلك سنناقشه اليوم مع ضيوفنا في الأستوديو: الدكتور عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، الدكتور سعد الحاج الباحث متخصص في الشأن الاقتصادي، والدكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ مع الاقتصاديين. الساعات الأخيرة حملت أنباء تراجع كبير جدا للليرة التركية، المسألة أصبحت مسألة ساعات، يعني القفز من نقطة إلى نقطة في ساعات. دكتور عبد الحافظ، والله ده بيدينا مؤشر على أن ما يحدث في تركيا على مدار الأسبوع الماضي على وجه التحديد غير مبرر اقتصاديا. ليس من المقبول أن يكون لدينا اقتصاد إنتاجي قائم على قاعدة قوية للإنتاج في قطاع الصناعة والزراعة ثم تتهاوى عملته بهذه السرعة غير المبرر. يعني أنا أبحث عن سبب علمي يقول أن التدهور أو التراجع في قيمة العملة التركية نجد له مبرر إلا نوع من العناد السياسي الموجود سواء من قبل المعارضة
أو من قبل التداعيات السياسية لإدارة الدولة التركية لعدة ملفات منذ 2013 إلى الآن. ولكن أنت كاقتصادي لم تجد إجابة اقتصادية على هذا التراجع. لا، هو الإجابة الموجودة الآن هي مضاربات ليست في صالح الاقتصاد التركي، وليست في صالح المستثمر التركي، وليست في صالح المستهلك التركي، وليست في صالح المدخر التركي. هذه الثلاثية، المستهلك والمدخر والمستثمر، سيدار من واقع المضاربات سواء كانت بعوامل خارجية أو داخلية. دكتور أحمد، بلا يعني شك أصبحنا نتحدث عن ساعات، يعني قبل أربع ساعات كانت المحرك الرئيسي هنا اليوم هو الثقة. كلما زاد مؤشر الثقة في الاقتصاد ومستقبل الاستثمارات والمستقبل الاقتصادي في أي بلد، يكون هناك حالة من الاستقرار في معظم المؤشرات كانعكاس إيجابي على هذه الحالة. اليوم أصبحنا هنا، أنا أتفق مع الأستاذ عبد الحافظ في جزئية أن الأمر أصبح حرب تصريحات. يعني اليوم بعد تصريح الرئيس التركي المتعلق بأن هناك حرب على موضوع الفائدة، وأعتقد كان هناك تصريح لرئيس الحركة القومية أيضا في هذا السياق اليوم، نعم، شاهدنا الارتدادات السلبية العكسية المهولة على سعر صرف الليرة من معدل من 10.5 أعتقد وصلت لحدود 13 مقابل الدولار. هذا يفسر لنا أن المواطن التركي اليوم أصبح قلق، وقلق جدا على حالة من ناحية المدخرات. اليوم نتحدث كلما انخفض سعر صرف أي عملة كلما تآكلت مدخرات المواطنين وثرواتهم، أيضا يؤثر على القرار الاستثماري كمستقبل. هناك ليس هناك صورة واضحة حول البيئة الاستثمارية، نتحدث عن مواطنين عاديين، نتحدث عن تجار، عن مستثمرين، معظم القطاعات هناك حالة من الشك. أضف إلى ذلك حالة المضاربات، هناك فئة تستفيد من هذا التذبذب والتقلبات، تحقق أرباح بعيدا عن أي حس وطني في هذا السياق. دكتور سعيد، الموقف السياسي، ماذا ننتظر بالحكومة التركية؟ والمسألة كما ذكرنا أصبحت مسألة ساعات، يعني ننتظر ممكن غدا حتى نصل إلى 15 ليرة مقابل الدولار الواحد. يعني طبعا المشهد اليوم لم يكن إيجابيا، هناك نوع من يعني البعض سماه سقوط الحر على أقل تقدير، واضح أنه هناك كان تراجع كبير للليرة اليوم. طبعا جزء من هذا التراجع كان متوقعا باعتبار إصرار الرئيس على خفض الفائدة، وكان من ضمن التصريحات الرسمية أن الفترة الأولى ستشهد تراجعا في سعر أو في قيمة الليرة التركية، لكن ليس هذا المهم. المهم أن هناك سياسات أخرى. أكثر من ذلك، الرئيس أردوغان في كلمته البارحة واليوم، أعتقد اليوم، تحدث عما سماه حرب الاستقلال الاقتصادية، يعني يشبه معركته اليوم أمام الفائدة والتضخم والسياسات المالية بالعموم بأنها حرب استقلال. هنا حرب الاستقلال التي خاضتها تركيا في بدايات في بعد الحرب العالمية الأولى، لأن هذه حرب استقلال ليست عسكرية إنما اقتصادية. لكن واضح أن وتيرة التراجع كانت كبيرة جدا. أعتقد أن هناك يعني توقعات أو انتظارات لدى الشارع من الحكومة التركية، على أقل تقدير أن يخرج هناك من يقول، يعني ربما قد يكون مدير البنك المركزي، قد يكون وزير المالية، قد يكون أحد من الحكومة الناطق باسم الرئاسة إبراهيم كلن، أي أحد يقول هل التراجع الذي حصل اليوم هو يعني شيء غير محسوب أم شيء محسوب، أن الليرة تترك الآن حتى تصل ل يعني قيمتها الحقيقية في السوق. الآن الأساتذة والدكاترة ممكن يفيدون في ذلك، لأنه هناك حديث منذ سنوات أن الليرة ليست بقيمتها الحقيقية أمام الدولار والعملات الأجنبية. هل الآن الحكومة تترك هذا الأمر حتى يعني يصل لحالة القيمة الحقيقية، وبالتالي ثم لاحقا سوف تتدخل السياسات المالية؟ هذا أمر، لأنه حتى اللحظة لا هناك تصريح ولا هناك قرارات معينة لوقف تدهور الليرة. الأمر الثاني، حرب الاستقلال الاقتصادي التي تحدث عنها الرئيس أردوغان ودعمه في ذلك حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ما هي ملامحها؟ من هو العدو في هذه الحرب؟ ما هو المتوخى؟ ما هي الأهداف؟ الأمر الثالث، أعتقد تحديدا بعد ما حصل اليوم، الشارع وأطراف وأطياف سياسية واقتصادية تحتاج الآن من الحكومة أو من الرئاسة التركية ملامح الخطة المنتظرة. يعني الآن واضح أن هناك حديث أنه في الفترة الأولى هناك تراجع في بعض المؤشرات المالية، تحديدا سعر الصرف، لكن على المدى المتوسط والبعيد العجلة الإنتاج والاقتصاد والصادرات وما إلى ذلك. هذه الخطة أو هذه الرؤية ما هي ملامحها الأساسية؟ لماذا الحكومة واثقة إلى هذه الدرجة، خصوصا بعد ما تحدث عنه الدكتور أحمد أن هناك اهتزاز بثقة المواطن بعملة وهذا يعني مؤشر سلبي؟ يعني يبقى لنا هناك دور اتصالي لبث هذه الثقة على كل مهم، لأنه أعتقد أنه حتى اللحظة يعني على الأقل قبل ما دخلنا الاستوديو لم يكن هناك حتى اللحظة تصريح رسمي من مسؤول تركي. أنا ما فهمته من المداخلة الثلاثة، الاقتصادي والسياسي، أن هناك ضبابية، وهناك أيضا مسألة الثقة، وهناك أيضا الحديث مع الدكتور أحمد والدكتور عبد الحافظ، المستثمر، المستهلك والمدخر. نعم. طيب، بعيدا عن الساعات الأخيرة،
ماذا حصل في الاقتصاد التركي حتى تصل الليرة لهذا التراجع الكبير دكتور عبد الحفيظ؟ والله أنا بس حابب نخرج شوية من الأمبريلا الرأسمالية النقدية اللي بنقرأ فيها إطار المؤشرات الاقتصادية بتاعتنا. ليه ما نقولش إن بالفعل تركيا في حالة من مراحل الاستقلال الذاتي على الصعيد الاقتصادي، كما خاضت هذا الاستقلال بدرجة ما أو بنسبة على الصعيد السياسي. حينما تصرح كريستين ليغارد خلال 3-4 أيام ماضية، وهي الآن على رأس البنك المركزي للاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك كانت رئيسة لصندوق النقد الدولي، ورفضت في مؤتمر الصيارفة الأوروبيين رفع سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع مؤشر التضخم 4% في أوروبا. فلما لم يخرج المستثمرون والساسة على كريستين ليغارد يستنكرون تصريحاتها، ولما لم ينخفض اليورو، ولما لم تكن هناك هذه الحرب التي أشعر أنه تحركها السياسة بشكل كبير جدا، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي. طيب. أو الخارجي. في هذه النقطة استسمحك، يعني هنا وكأنك تقول بأن البنية وهيكلة الاقتصاد التركي يعني بنية ليست هي السبب. أنا أحيل المستمع والباحث والدارس إلى بيانات قاعدة بيانات البنك الدولي التي تقول أن العجز في ميزان المدفوعات في الدولة التركية في سنة 2013 كان عند 58 مليار دولار، وكان سعر الليرة عند 1.9 سعر الدولار 1.9 ليرة، ولكن في 2018 كان العجز في ميزان المدفوعات، يعني العلاقة بين الدولة والخارج في التدفقات النقدية، 21. إذن تراجع من 58 إلى 21، ثم نجد الليرة عند 5 ليرة، نجد الدولار عند 5 ليرة. هناك قراءة غير مفهومة للتعامل مع سعر الصرف في تركيا، وخاصة أنه ما بعد التغير في التوجهات السياسية الإقليمية والدولية لتركيا بدأنا هذا التراجع في الحرب سعر الصرف، لأنها الحرب الأسهل التي يمكن تأثر عليها. في نقطة أنا بس أوضحها، الحرب تبدأ من الأسواق الأسيوية التي تبدأ قبلنا ب6 ساعات، تتم عملية مضاربات على البورصة على العملة التركية، يفتح السوق التركي بعد 6 ساعات يجد هذا التراجع في السوق الدولية، فتتأثر الحالة النفسية، وهذه طبيعية جدا لا تخص تركيا فقط، أي إنسان على وجه الأرض يشعر أن هناك تغير في سعر العملة بتاعته سلبيا هيتجه إلى الدولارة أو إلى الحصول على الذهب. طيب. دكتور أحمد، هل هناك تفسير آخر؟ أشار الدكتور عبد الحافظ إلى المسألة الإقليمية، إلى قرار سياسي، إلى أطراف سياسية، ما البنية الاقتصاد التركي؟ يعني أنا أتفق من ناحية سياسية باختصار، إذا ما إنه تدفع ثمن المكان التي وصلت إليها اليوم تركيا، هذا لا خلاف عليه، ولكن اقتصاديا إذا ما رجعنا إلى بعض النقاط الأساسية في بنية الاقتصاد التركي مع بداية 2003 و2004 في بداية حكم العدالة والتنمية، كان هناك تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية والاستثمارات في المحافظ الاستثمارية دون قيود، وهي سهلت أموال، سهلت الدخول والخروج. أيضا كان هناك انخفاض وتبني سياسة توسعية متمثلة في انخفاض أسعار الفائدة. بعد هذه الفترة كان يحقق الاقتصاد التركي معدلات نمو هائلة، كانت معدلات التضخم شبه مسيطر عليها، أي أن كلما كان هناك معدلات نمو أعلى كان هناك زيادة في الطلب وزيادة في الدخل وزيادة في الاستهلاك، في ظل الحالة التي كانت الليرة القيمة غير العادلة للليرة في تلك الفترة. هنا أحاول إيجاد تفسير لما ذكره الأستاذ عبد الحافظ، أنه عندما كانت الليرة في 2013 1.9 كان العجز في المدفوعات أو العجز الحساب الجاري أكبر. ليش؟ التفسير العلمي لهذا أنه عندما في تلك الفترة في عندما كانت الليرة 1.7 أو 1.9 كان معدلات النمو مرتفعة، وكان هناك طفرة في إجمالي الناتج المحلي، ودخل الفرد ارتفع من 4000 أو 5000 دولار إلى 12000 في تلك الفترة. كان هناك زيادة في الطلب وزيادة في الاستهلاك، ولكن كان السوق التركي لا يلبي، أي أن السوق التركي كان بحاجة إلى استيراد أكثر، ولكن في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة في تلك الفترة كانت تمثل عائق وحاجز أمام هذا المؤشر وهو الحساب الجاري. ولكن بعد انخفاض أو بعد الانخفاضات التي حدثت في سعر صرف الليرة تحسنت مؤشرات الصادرات وتحسنت على صعيد الحساب الجاري وميزان المدفوعات.
اليوم الآثار الجانبية لاستمرار السياسة خفض أسعار الفائتة هو أحد الزوايا التي نعاني منها اليوم، وهو الاستمرار هذه الحالة، لأنه يتم النظر إلى سعر الفائدة أنه هدف. اليوم الكل يتحدث على أن هناك حرب على الفائدة وحرب على الربا، كلنا نتفق أنها هي شر وهي أمر غير مرغوب فيه، سواء من ناحية إسلامية أو اقتصادية، ولكن تبقى من منظور اقتصادي سعر الفائدة هو أداة سياسة نقدية وليس هدف. نحن نستخدم التوجه إلى رفع أو خفض سعر الفائدة حتى نستطيع أن نوازن بين المؤشرات، وليس هي الهدف التي نستخدم فيها لتصفية حسابات سواء سياسية أو اقتصادية. مهم هذه النقطة، سنعود لها حول الآلية وآلية سعر الصرف والخفض والرفع، هذا يعود على أي قاعدة. دكتور سعيد، هذه أسباب اقتصادية تخص البنية، تخص الاقتصاد السياسي، ولكن على المستوى السياسي المحلي وسياسات الحكومة وسياسات الرئيس أردوغان. يعني أنا أعتقد أن السياسة والاقتصاد توامان لا ينفصلان، وأعتقد أن الواقع الاقتصادي التركي الآن أو الواقع المالي في جزء منه على أقل تقدير له طبعا أسباب ومسوغات سياسية داخلية وخارجية. الآن أنا طبعا أفهم أن هناك مشكلة في بنية الاقتصاد التركي على مدى طويل، واعتمد كثيرا على الاستثمارات الخارجية، وهذا جعله عرضة للضغوط الخارجية، أو على الأقل جعل هناك الاهتزازات تكون أحيانا كبيرة. لكن أيضا أنا أعتقد هناك أسباب أخرى، جزء منها أيضا قد يكون تتحمل الحكومة التركية، بمعنى طبعا جزء من الأسباب أن تركيا الآن سياستها الخارجية مختلفة عما كانت عليه قبل 2011، غير مرضي عنها الآن أمريكيا وأوروبيا، وبالتالي الضغوطات الخارجية عليها كثيرا. هذا واحد، وهذا صحيح، وفي بعض المراحل تحديدا بعد 2018 هناك حديث عن المضاربات والضغوط المالية وما إلى ذلك، قد يكون ذلك صحيحا. لكن أيضا هناك أمر ثاني، أنه كثرة الانخراط التركي في قضايا ونزاعات معينة إقليمية، هذا مستنزف أيضا للاقتصاد، خصوصا أن تركيا دولة محتاجة للطاقة، هي دولة ليست منتجة للطاقة، أكثر من 99% من حاجتها من النفط والغاز الطبيعي تستورده، وهذا أيضا ضغط جدا على دولة مثل تركيا عندما تكون موجودة في سوريا وفي العراق وفي شرق المتوسط وفي ليبيا وفي القوقاز وفي غيرها. بغض النظر الآن عن المسوغات، أنا لا أناقش مدى أحقية أو مدى يعني عدالة الموقف التركي في ذلك، أعباء ضريبة، أعباء بنهاية المطاف، خصوصا أن الأمر يعني يدخل في صراعات مسلحة، يعني تتعامل عمليات عسكرية وقواعد عسكرية خارج البلاد وإلى آخره. الأمر الثالث وهو داخلي، أعتقد أيضا أن إدارة الاقتصاد أو إدارة الملف المالي يشوبها في كثير من الأحيان التذبذب واضطراب. أنا قد أعطي العنوان والأساتذة قد يفيدوننا في المجال الاقتصادي، لكن على الأقل على مجال الإدارة، فكرة تغيير مدير البنك المركزي خلال فترة قصيرة جدا 3 أو 4 مرات، يعني أنا أفهم مثلا، أنا هنا لا أتدخل حتى في موضوع أنه هل البنك المركزي ينبغي أن يكون مستقلا كما يقول الدستور، وأيضا الرئيس له الحق في إقالته كما يقول الدستور، لا أدخل أنا في هذا الموضوع. لكن إذا كان الرئيس أردوغان يريد أن يخفض سعر الفائدة بينما مدير البنك المركزي يريد أن يرفعها، فله الحق في إقالته، لكن يفترض أن يأتي بشخص ويدرك ويعرف أنه سيذهب معه للتوافق في هذه السياسة المالية، لكن شخص وراء شخص وراء شخص، ثم مسؤولين أو مساعدين في إدارة البنك المركزي إدارته بهذه الطريقة، أنا أعتقد أنها أيضا أعطت شيء من الضبابية وأعطت شيء من عدم الثقة في إدارة الملف المالي، خصوصا وأنه خلال إدارة سابقة للبنك المركزي، وأعتقد أنه كان ناجي أغبال، ذهبت تركيا لرفع الفائدة بشكل مؤقت، رسخت بنية معينة، ثم ذهب لتخفيض سعر الفائدة وصل إلى 8%، وبالتالي هناك تجارب ناجحة سابقا في كيفية إدارة هذا الأمر. لا يبدو أن الآن الأمر يسير بنفس الوتيرة. والأمر الأخير فيما يتعلق في السياسة وفي الإدارة، أنه حتى اللحظة خطاب الحكومة يتحدث عن حرب اقتصادية أو حرب استقلال اقتصادية، ويتحدث أنه نعرف ماذا نفعل، حديث أردوغان الأخير، نعرف ما الذي نواجهه وماذا نفعل وكيف نفعل، ونعرف ما الذي يواجهنا وكيف سنحل هذه المشاكل. أوكي، هذا خطاب للثقة، لكن هو غير مفسر لا لأطراف سياسية ولا لأطراف اقتصادية ولا للمواطن. كيف ستفعل ذلك؟ ما هو الذي يواجهنا؟ ما هو المدى الزمني الذي يمكن أن تتراجع فيه الليرة ثم بعد ذلك ينتعش الاقتصاد؟ هذه أعتقد أنها كلها أيضا جزء من تراجع الحالة الاقتصادية أو المالية. طيب، نحن التفسير ممكن نجده عند الأخصائيين معنا في الاستوديو. دكتور عبد الحافظ، يعني يكثر الحديث حتى المشاهد يفهم ارتفاع سعر الفائدة وخفضها وتخفيض التضخم، كيف تعمل هذه الآلية؟ هي الآلية دي سعر الفائدة، ويعني أحد مسلمات النظام الرأسمالي، وخلينا نقر على أن الاقتصاد التركي كان يعمل في محيط رأسمالي منذ نجاح التجربة في 2003 إلى الآن. بس أنا أصحح معلومة قالها الدكتور سعيد، أن الاستثمارات الخارجية كان لها دور كبير في الاقتصاد التركي. صحيح. أعلى مؤشر وصل إليه الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 19 مليار دولار.
في عام 2013 كان الناتج المحلي التركي 957 مليار دولار. إذن المساهمة الاستثمار الأجنبي لم تكن كبيرة، كانت موجودة وكان لها دور، لكنه إذا قلنا أنه كبير فلنقارنها بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي كنسبة، نقارنها بالاستثمارات المحلية. حسب هذه الأرقام نسبة ضعيفة. حسب طبعا انسب حضرتك 19 إلى 957، انسب حتى الآن الاستثمار الأجنبي المباشر في حدود 10 مليار. الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار في 2020 720 مليار دولار. إذن نحن أمام يعني أنا لما أنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالليرة التركية لا أجد صعود حقيقي وله تأثير بالفعل في واقع الاقتصاد التركي. طيب. في 2013 كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 1.8 تريليون ليرة. الآن في 2020 في أزمة كورونا الناتج المحلي وصل إلى 5.5% تريليون ليرة. إذن هي قضية سعر الفائدة التي قلبت الموازين. تركيا لو أنها حافظت على سعر صرف الليرة على ما كانت عليه في 2013 لتجاوز الناتج الآن حاجز التريليون بمسافات كبيرة. سعر الفائدة لابد أن يكون لنا تفكير ذاتي، لابد أن نفكر خارج المنظومة الرأسمالية، لابد أن نقدم اقتصاد قائم على دور الإنسان واستهداف رفع كفاءته وتمتعه بحياة كريمة وبحرية. أنا يعني الدرس الذي تعلمه العالم ولكنه لم يعمل به بعد أزمة 2008 أن آلية سعر الفائدة والديون آلية فاشلة بامتياز، ولكن بارونات التمويل بالربا وسعر الفائدة أصروا على العودة مرة أخرى. عفوا بس أنا سأختم، حينما أجد باريس ولندن يتنافسان على أن يكون عاصمة للتمويل الإسلامي، بينما تركيا الدولة الإسلامية حينما يعني تفصح عن بعض مكونات التوجه الإسلامي من خلال تخفيض سعر الفائدة. وأنا هنا أريد أن أركز على نقطة وأختم بها، لا نريد أن نستهلك عواطف الناس كما فعل غيرنا في دول أخرى في مسألة الشريعة والربا. نحن نريد أن يترجم هذا التوجه في واقع عملي حقيقي يشعر به المواطن في تركيا وفي خارج تركيا بأن ثم توجها إسلاميا صحيحا في مشروع التنمية في تركيا. أنا سأعود للخطاب السياسي مع الدكتور سعيد، وسنتحدث عن آراء الاقتصاديين، لماذا لا ينصت إليهم رئيس أردوغان ويذهب في اتجاه آخر، ولكن بعد هذا الفصل القصير مشاهدين الكرام فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة أوراق تركيا لهذا اليوم، القرارات المالية الأخيرة في تركيا، سعر صرف الفائدة والليرة التركية حالها، لماذا وصلت إلى هذا التراجع الكبير. نجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، الدكتور سعيد حاج الباحث المتخصص شأن التركي، والدكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي. وأبدأ معك دكتور، أين توقفنا؟ تقريبا يعني شريحة واسعة من الاقتصاديين والباحثين والسياسيين يذهبون بأن الخروج من هذه الأزمة وتخفيض التضخم وفي رفع سعر الفائدة. الرئيس أردوغان يرى عكس ذلك ويرى بأن هذا ينشط الاقتصاد ويحد من التضخم ويحمي تركيا منه. ما هي رؤيته على ماذا تعتمد؟ كنظريات اقتصادية الطرح الأول هو الأكثر منطقية، ولكن اليوم الطرح الأول القائل يعني رفع سعر الفائدة اليوم عند ارتفاع معدلات التضخم يجب التبني سياسة انكماشية حتى تمتص الإنتاج من السوق، تنخفض الأسعار تدريجيا، تعود الأمور بعد فترة. كما يعني كملاحظة، السياسة النقدية تحتاج فترة من الزمن، تحتاج من 6 شهور إلى سنة. عند اتخاذ قرار متعلق بسياسة نقدية يجب أن يترك له المجال حتى نحصل على الأثر المرجو منه. رؤية الرئيس أردوغان اليوم في ظل هذه الظروف الحالية قبيل الانتخابات، في ظل قبيل 2023، يرى أن أي محاولة لرفع أسعار الفائدة يعني عقبة كبيرة أمام مشروع العدالة والتنمية ومشروع أردوغان والمتعلق بالمشاريع والمعدلات النمو والاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجودة في السوق، يعني انكماش، يعني ركود، يعني أزمات أكثر. وبالتالي لن
وجهة نظره لن يكون هناك حلول سريعة لمسألة التضخم. بعددك حتى نفهم هذه النقطة ونختم بها، على أي أساس تعتمد اقتصادي وجهة النظر هذه؟ الكل يقول عكس ذلك وهو يرى ذلك، على لا أساس؟ ليس الكل. يعني شريحة. بعد أن ينتهي الدكتور أحمد سيكون لدينا مدخلة للإيضاح. هو يرى أن الشعب بحاجة، اليوم نحتاج فقط من القليل من الصبر حتى نستطيع العبور العبور من هذه المرحلة. هو يرى أن إذا ما استمرت أسعار الفائدة منخفضة في ظل وجود حركة من الاستثمارات والإنتاج وارتفاع معدلات الدخل ومعدلات النمو، أن هذا سوف ينعكس إيجابا على الأسعار وعلى دخل المواطن وعلى استقرار صرف الليرة. أساس منطقي أنا صراحة لا أرى له أساس اقتصادي منطقي حسب ما تعلمناه نظريا في تخصص. بإيجاز ما قاله الدكتور أحمد مطلوب، حينما نقرأ التضخم في جانب الطلب، سواء أن احنا بنجد وفرة في النقد في السوق، انخفاض سعر العملة، ارتفاع معدل التضخم، فالعقلية الرأسمالية اللي بتفكر من السياسة النقدية بتفكر في هذا الإطار. لكن توجه الرئيس أردوغان والقائلين بخفض سعر الفائدة يعتمدون على تفسير التضخم من جانب العرض، وهو زيادة تكاليف الإنتاج. وزيادة تكاليف الإنتاج إما أن تكون من ارتفاع سعر الطاقة، ارتفاع مستلزمات الإنتاج إذا كانت تعتمد على الاستيراد، ارتفاع تكلفة التمويل اللي فيها سعر الفائدة، ارتفاع الأجور بالنسبة للعمال، ارتفاع الإيجار بالنسبة للأراضي أو المعدات إذا كانت مستأجرة. فبالتالي خفض سعر الفائدة أحد الأدوات التي يمكن أن تستخدم في أن نحن نوسع فرص الاستثمار، حتى يمكن جذب الأموال إليها بدل أن تذهب إلى المضاربات أو توضع في البنوك وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي وليس اقتصاد إنتاجي. فما ذهب إليه أردوغان رأي معتبر في التحليل الاقتصادي. هناك من يرى في الجانب الطلب والمتابعين للسياسة النقدية، وأيضا هناك من يرى تفسير التضخم في جانب العرض، وهذا مدون في الأدبات الاقتصادية وليس بالأمر الجديد. وعلى فكرة ليس كل الكثيرين يقولون بما يذهب إليه بعض الاقتصاديين بضرورة المعالجة عبر هذه سياسة العجزة، وهي سياسة متبعة في كل الدول النامية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور سعيد، دكتور عبد الحافظ ودكتور أحمد كلاهما أشار إلى الانتخابات. أمام هذا الوضع الانتخابات، نحن على مرمى حجر من الانتخابات. يعني قد نكون على مرمى حجر من الانتخابات. الانتخابات هذه إذا كبكرت يعني في 2022، لكن 2023 نحن يعني أنا على مرمى النظر. نعم، يعني على مرمى النظر في حزيران يونيو 2023 المعارضة بادعاء أنها أفضل وضعية بكثير من العدالة والتنمية تضغط باتجاه انتخابات مبكرة. تحالف الجمهور من العدالة والتنمية والحركة القومية يقول ليس هناك حاجة لتبكير الانتخابات، الانتخابات في موعدها. لكن يبقى دائما هناك احتمال في تركيا، وقد حصل أكثر من مرة أن بكرت الانتخابات لأسباب سياسية واقتصادية وما إلى ذلك، إما ثقة بالوضع الحالي أو خوفا من تدهور الأوضاع الاقتصادية تحديدا. الآن أنا أعتقد أنه الانتخابات هي عامل مهم في آلية اتخاذ القرار، ولكن مما أسمع وأقرأ، وأنا لست خبيرا اقتصاديا، أنا هنا فقط في الجانب الاقتصادي أسمع من المختصين، لكن مما أسمع أنه هي مغامرة ومغامرة كبيرة، لأنه يفترض أنه المستقبل القريب يحمل بعض التداعيات السلبية التي نراها الآن من تدهور سعر العملة. وتدهور سعر العملة ليس فقط مؤشرا يعني هامشيا أو غير مهم، لأنه وسينعكس لاحقا على القدرة الشرائية، على الأسعار، على التضخم، سينعكس على بعض سياسات الحكومة من دعم وإنفاق معين، رفع الحد الأدنى للأجور، رفع رواتب الموظفين بالملايين في تركيا، قص على ذلك الكثير الكثير. حتى فكرة الصادرات باعتبار احتياج تركيا مرة أخرى للمواد الطاقة والمواد الخام وما إلى ذلك، وأيضا عليه سيكون هناك تكلفة أيضا سلبية على الواردات وما إلى ذلك. وبالتالي الذهاب بهذا الاتجاه قبيل الانتخابات، نحن الآن على بعد سنة ونصف، ربما يعني تقرب، هناك بعض الآراء تقول أنه قد يكون في الخريف المقبل، نحن إذن قد نكون على مدى أقل من سنة في هذه الانتخابات. هذه أعتقد أنها مغامرة سياسية، لأن المطلوب، أعتقد هناك مطلوب أمران مهمان جدا الآن من حكومة العدالة والتنمية. أولا أن تقنع الناس في المقدمات كلهم، في مقدمتهم أنصارها الأساسيين، أنه هذه السياسة فعلا مدروسة متخذة بناء على رؤية واضحة، وأن هناك ثقة بمردوديتها. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أنه أن يحصل هناك فعلا ارتدادات إيجابية في المدى المنظور، يعني إذا ذهبت الأمور بعد شهرين ثلاثة أربعة لا أدري لمتغيرات معينة في المؤشرات المالية والمؤشرات الاقتصادية، سيقول الناس نعم إذن الحكومة أقدمت على مغامرة، دعني أقول لك أنها كانت مغامرة محسوبة،
ضحت ببعض التضحيات المالية والاقتصادية، لكنها الآن بدأت تجني هذه الثمار، وهذا يعود في نهاية المطاف بالتأكيد سيكون عائد إيجابي على الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات. لكن إذا ما استمر التدهور في سعر صرف الليرة هكذا دون أن يكون هناك إقناع وهناك سردية تقدمها الحكومة للشارع ولبعض الأطراف السياسية والاقتصادية، أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة. يعني قد أتفق مع الأستاذ عبد الحافظ أنه لا، بالتأكيد ليس الكل على هذه وجهة النظر، لكن لما نتابع ونقرأ الغالبية العظمى على الأقل من محيطنا الذي نقرأ يعني نستمع له في البرامج في المقالات في الأوراق البحثية، شريحة حتى وزير المالية يعني غير متفق، شريحة واسعة، أنا سأتي إلى هذه النقطة، شريحة واسعة جدا قد تكون الأغلبية العظمى من الأكاديميين والباحثين وأكيد فعلا طبعا المعارضة السياسية على الطرف الآخر وعلى الرأي الآخر، حتى بعضهم الذي يقول إنه قد تكون هذه الرؤية رؤية تخفض الفائدة يعني إيجابية على المدى البعيد، لكن ليس الآن، يفترض الآن إطفاء الحريق، تهيئة الأرضية، ثم لاحقا تذهب إلى فكرة خفض الفائدة. هذا ليس مقصورا على المعارضين، جزء ومهم حتى من وزراء ومن بيروقراطيين محسوبين على العدالة والتنمية اختلفوا مع الرئيس أردوغان في ذلك، وبالتالي فكرة المصداقية، فكرة الإقناع، أعتقد أنها حتى اللحظة غير موجودة. على الأقل لم يشرح الرئيس أردوغان ولم تشرح حكومة العدالة والتنمية حتى اللحظة شيئا مفصلا ملموسا يمكن للناس على أثره أن يقتنعوا أو أن يحكموا على الأمر ويقيموا، وبالتالي الخطاب مهم وأيضا المردود في الميدان في الاقتصاد وفي السياسات المالية أيضا مهم. أنا وجدت من خلال ملامح وجهك كثير من التعليقات على عدة مسائل، سأعطيك وأعطيك مساحة في ذلك، ولكن قبل ذلك مع الدكتور أحمد، ديون تركيا تقدر ب 125 مليار دولار يعني حسب الأرقام دين الحكومة، هذا الدين العجيب بعد تقريب ثلث الناتج القومي، كيف ستتعامل تركيا؟ ليس ثلث، هذا حضرتك الدين الحكومي 450 مليار ككل، الحكومة 172 مليار ديون الخارجية، ديون الخارجية هذه العاجلة، هذه العاجلة المطلوب طبعا تسديدها سريعا، الدين العاجل للحكومة قرابة حاجة و20 مليار. طيب يعني امام مثل هذا مهما كان اعباء الديون، اعباء الديون مهما كان عاجله، يعني كيف ستتصرف تركيا امام كما قال الدكتور سعيد، نحن امام يعني لهيب نار حقيقي اليوم، في مشكله حقيقيه في هذه الزاويه اليوم. اعباء الديون نتحدث عن ديون تصل على القطاع العام والخاص فوق ال 450 مليار، ثلثينها ممكن نقول هي على القطاع الخاص اليوم في ظل انخفاض اسعار سعر ديون خارجية الليرة. صحيح، وال 125 مليار اعتقد هي الديون العاجله العاجله، صحيح صحيح هذا الكلام صحيح. اليوم القطاع الخاص ليس لديه سيولة غير أنه هاي الديون معظمها مقومة بالدولار وبالعملات الأجنبية أو كلها تقريبا يعني في ظل ففي ظل انخفاض سعر صرف الليرة اليوم مقابل المبلغ الديون أعباء الديون تضاعفت، يعني على سبيل المثال إذا تم الاقتراض على سعر أربعة أو خمسة اليوم هو مضطر يسد على سعر 12 أو 13، أي أن هناك ضعف أو ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف من هاي الديون. صحيح. هناك مشكلة حقيقية في التدفقات النقدية والرصيد المالي من العملات الأجنبية. أي نعم هناك تحسن بعد الصيف، أزمة كورونا، تمام الصيف الماضي كان هناك مؤشرات إيجابية في القطاع التجاري والصناعي وقطاع السياحة، ولكن تداعيات كورونا كانت وما زالت خطيرة ولها آثار سلبية سوف تبقى على المدى المتوسط. اليوم أمام تحدي خطير حقيقي، يجب إيقاف نزيف سعر صرف الليرة حتى تستطيع هذه الشركات المضي قدما في خططها المستقبلية وفي قدرتها على السداد. طيب دكتور عبد الحافظ، إذن وأنت تقريبا كان هناك اتجاه في دعم يعني فكرة الرئيس أردوغان، وخاصة عندما أشرت إلى حرب الرئيس أردوغان. أنا كان أتحدث عن توجه اقتصادي. لا لا، نحن عن توجه اقتصادي سياسي. بالمناسبة أنا مش دكتور. يا أخي الأستاذنا ودكتورنا المهم أهلا وسهلا بك. هي حرب على الربا في هذا الإطار، في هذا هو الإطار. أنا أخشى أن توظف هذه الورقة في معركة سياسية. لا نتحدث اقتصاديا، يعني أنا أخشى أن توظف ورقة الربا. هو جميل أن يكون هناك اتجاه لمحاربة الربا، وجميل أن يكون هناك اتجاه لخفض سعر الفائدة، لكن إذا ما بدأنا هذا التوجه فلابد من خطوات تترجمه على أرض الواقع تنعكس في كافة جوانب النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة التي صاحبت هذه التوجه. نحن رأينا نماذج لتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، وقرارات تخص نقل البنوك من البنوك التقليدية للبنوك الإسلامية في إيران وفي السودان، وكانت النتائج صادمة لأنها كانت قرارات إدارية لم تكن لها يعني
على أرض الواقع وتفعيلها بشكل صحيح، فبالتالي أنا أريد حينما أرفع راية الحرب على الربا ألا أستهلك عواطف الناس، وأن تكون هناك توجهات حقيقية تنتقل بالاقتصاد التركي إلى يعني مظلة ورحابة النظام الاقتصادي الإسلامي في كل جوانبه. النقطة التي أريد أن أتحدث عنها أن كثير من الباحثين، وهذه آفة لدى الدارسين لعلم الاقتصاد، يعني هناك مبدأ تجريدي يقول أننا نحلل في ظل ثبات العوامل الأخرى، فانتقلنا به من العالم التجريد إلى عالم التطبيق. فحينما نتحدث عن تفعيل سعر الفائدة ورفعه لمواجهة التضخم في الأجل القصير، نحن نفترض أن الاستثمار لن يضار من هذه السياسة، وأن التوظيف لن يضار من هذه السياسة، وأن الجوانب المالية للدولة لن تضار بهذه السياسة. عزيزي، الفاتورة التي تدفعها الحكومة التركية نتيجة رفع سعر الفائدة على الموازنة العامة لعباء الدين ستكون كبيرة. الفاتورة التي سيدفعها المستثمرون في تكلفة التمويل ستكون كبيرة. ما ستتأثر به سياسة التوظيف من تسريح للعمالة أو تخفيض عملها ستكون كبيرة، وبخاصة أنها تتواكب مع رفع سعر الطاقة في السوق الدولية. إذن أنت أمام كتلة من التحديات عليك أن تتصرف فيها بنوع من التنسيق والتوازن بين مكونات السياسة الاقتصادية. السياسة الاقتصادية لها 5 مكونات: السياسة النقدية، السياسة المالية، الاستثمار، التوظيف، العمالة. إذا تركت قيادة السياسة الاقتصادية لمكون واحد وهو البنك المركزي أو السياسة النقدية أو للسياسة المالية أو السياسة التجارية أو الاستثمار دون وجود حالة من التنسيق، تؤدي إلى النتائج التي نلمسها الآن، وهو ما لمسناه من معالجة البنك المركزي بطريقة العلاج بالصدمة عندما رفع سعر الفائدة إلى 24% ثم عاد إلى 8.25%، ثم مرة أخرى إلى 19%، وفي عودة هناك أو توجه لخفض سعر الفائدة بهذا الشكل. عن حزمة كاملة. حزمة كاملة تستغل هذه الحالة من السيولة التي تذهب للمضاربة على العملات المشفرة، وتذهب إلى المضاربة في البورصات، وتذهب للمضاربة على العملات، وتذهب للمضاربة على العقارات، إلى أن توجه هذه الأموال إلى الاستثمار. وهذا تحدي أمام صانع السياسة الاقتصادية في تركيا بأن يفتح منافس الاستثمار ليستفيد من هذه الأموال ويحسن توجيهها. أنا للدكتور سعيد، صانع السياسة المالية في تركيا، هناك كثير من يرى لا، الرئيس والأردوغان يتحمل جزء كبير جدا من مسؤولية ما يقع الآن من خلال خياراته السياسية التي انعكست أو خياراته المالية السياسية. أولا دعني أقول أنه فكرة في علاقته بالبنك المركزي وهذه الحرب اللي حصلت، فكرة محاربة الربا وترك الربا، هذا أعتقد أنه انطباع لدى شريحة في العالم العربي، وليس قرارا وليس تصريحا رسميا تركيا. يعني تصريحات الرئيس أردوغان نفسه بعيدا عن المسؤولين الآخرين يتحدث عن حرب على الفائدة المرتفعة وليس الربا. صحيح أنه في بعض الخطابات ذكر كلمة النص، وهي فسرت على أنه يتحدث عن الربا من منظور شرعي، لكن في نهاية المطاف ما يتتوخاه الحكومة والرئاسة اليوم هو خفض سعر الفائدة حتى يزيد اقتراض المستثمرين أو رجال الأعمال للإنتاج، بمعنى أنه يريد خفض الفائدة ليعطي قروض بفائدة. فبالتالي الأمر ليس ضمن حرب لإلغاء الربا تماما، هذا أمر أعتقد أنه انطباع غير دقيق لدى البعض. بالتأكيد في دولة أخرى قد يصح أن تقول الحكومة أنه كل هذا الأمر يعني خارج عن إرادتنا وضغوط خارجية وما لذلك، لكن حزب ورئيس يحكم منذ 19 عاما بشكل مستمر، أعتقد أنه صعب أن يتنصل من مسؤولية هنا أو هناك. هو يصنع السياسة الاقتصادية والسياسة المالية منذ 19 عاما بشكل مستمر، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الحزب كما أشرتم في تقريركم الافتتاحي للحلقة، هو صانع إنجازات اقتصادية كبيرة جدا. يعني هو نفس الحزب ونفس الرئيس في سنوات ما كانت البصمة والعلامة البارزة له داخليا وخارجيا للإنجازات الاقتصادية. وبالتالي الناس لا تقارن فقط الآن بما قبل العدالة والتنمية، وهذا بالمناسبة خطأ في سردية بعض المدافعين عن أردوغان العدالة والتنمية، أنه لا تنظروا الآن، انظروا في التسعينات في الأزمات الاقتصادية. طيب خير، انظر في 2003 و2004، هذه يعني مقارنة خاطئة، انظر إلى 2008 و2010 مثلا. وبالتالي أعتقد أن هناك مسؤولية واضحة. الأمر الثالث، في الحديث عن البنية الهشة في بعض جوانب الاقتصاد التركي التي تجعله قابلا للضغوط الخارجية، يفترض أن الحكومة خلال كل هذه السنوات قد اتخذت تدابير وسياسات اقتصادية ومالية تحصن الاقتصاد التركي ضد هذه الضغوط. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا أشرت له قبل قليل، لا معنى أن نذكر به، ليس دائما المهم هو القرار، أحيانا كيفية وآلية اتخاذ القرار وكيفية شرح القرار
وإقناع الناس بمدى حقية وصحة هذا القرار لا تقل عنه أهمية. فكرة الثقة التي تحدث عنها الأستاذان والدكتور قبل قليل أمر مهم جدا. أعتقد فكرة هذه الخصومة أو المنازعة الموجودة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة أو إدارة البنك المركزي أضرت كثيرا بتركيا، خصوصا فكرة إقالة عدة مسؤولين وما إلى ذلك. الآن ابتداء من هذه اللحظة هذا الأمر بات ملحا أكثر مرة أخرى. تحتاج الحكومة وتحتاج الرئاسة التركية، باعتبار أننا في ظل نظام رئاسي، الرئاسة التركية تحتاج لأن تقنع الناخب والمواطن بشكل عام بأنها تسير على هدى، على خطة واضحة المعالم، وبالتالي أن تقنعه وأن تقول له فرضا بعد 6 أشهر لنقول، أو بعد 3 أشهر، أو بعد سنة، أو ما إلى ذلك، سنبدأ بجني ثمار هذه السياسة. الأمر الثاني أن يلمس المواطن فعلا هذا الأمر، لا أن يظهر الأمر أنه تخبط وغياب للدولة أو غياب للحكومة في ظل ما رأيناه مثلا اليوم. نحن سنذهب للارتدادات وأختم معك دكتور سعيد في السياسة، ولكن قبل ذلك الارتدادات الاقتصادية دكتور أحمد، دكتور عبد الحافظ، الارتدادات الاقتصادية يعني المتوقعة لمثل هذه القرارات ولمثل هذا الوضع، الوضع كم ستكون له ارتدادات على المدى القريب والمتوسط؟ بكل تأكيد اليوم نتحدث عن تآكل في مدخرات الناس، انهيار غير بسيط في سعر صرف الليرة لا يمكن تجاهله. هناك ضرب للقدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين، هناك ارتفاع في الأسعار، تضخم عالمي أيضا في ظل الأزمة الموجودة في الساحة التركية، زفاقمة من هذه الأزمة. ما يحتاجه المواطن اليوم، أؤكد على كلام الدكتور سعيد، نحن بحاجة إلى حدوث معطيات جديدة. إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في ظل حرب التصريحات وحرب الإقالات وحرب التجاذبات حول السياسة النقدية، أي لن سوف نستمر في نفس المنحنى ولن يكون هناك نتيجة مغايرة للواقع الحالي، وبالتالي نحن نحتاج معطيات جديدة، نفس جديد، طريقة تعاطي جديدة مع هذه المسألة، أكثر بطريقة أكثر إقناعا للجمهور خاصة وللمستثمرين في الفترة المقبلة، حتى تعيد حالة تسترد الثقة التي بدأت تتزعزع في الفترة الأخيرة. دكتور عبد الحفظ، هو أنا بس لي نقطة أريد أن أشير إليها فيما يتعلق بدور البنوك المركزية في كل الدول المتقدمة والنامية وما إلى ذلك. استقلالية البنك المركزي ده مبنى مكتوب في الكتب، لكن على الأرض الواقع وإن كانت الدساتير بتحمي محافظ البنك المركزي من الإقالة، إلا أن الواقع العملي أنه يتم تمرير كافة التوجهات ومطالب الحكومات بطريقة شفهية وتحت الترابيزة لمحافظ البنك المركزي، ويتم تنفيذها حتى بما فيها استقالته، بيجي له تليفون أو مقابلة، قدم استقالته لأسباب الصحية، الأسباب الصحية كذا. لكن حالة أن البعض يتخيل أن البنوك المركزية حتى في أعتى دولة الرأسمالية لها هذه الدرجة من الاستقلالية، فيعني تحتاج إلى إعادة نظر. حصل مع ترامب بحوث البنك المركزي أعتقد في يعني ثانيا التجربة بتاعت روسيا حينما دخلت أوكرانيا وانقلب عليها الاتحاد الأوروبي وأمريكا وفرض عقوبات على روسيا. الآن كان الروبل في 2014 قصدي الدولار كان 37 روبل، الآن الدولار 72 روبل، لكن السياسة النقدية في روسيا اعتمد على أنها لن تفرط في احتياط النقد الأجنبي وستترك العملة لآليات العرض والطلب حتى تحافظ على الاحتياطي. فهناك أهداف تختلف من دولة إلى دولة، لكن المطالب الآن من حكومة العدالة والتنمية أن يكون لديها سياسة اقتصادية كلية. صح النار الآن مشتعلة في السياسة النقدية، لكن نتحدث عن سنة ونصف إذا كان الانتخابات، يعني هذا ممكن، يعني نحن هذا برنامج يعني حكومة، يعني قد يكون وقت البرنامج لا يسمح بكثير من التفاصيل في هذه الأمور، لكن أنا شايف الاختلالات الموجودة في بعض الموازين لتعامل تركيا مع الدول مع العالم الخارجي كانت موجودة في فترات استقرار الليرة وتقديم تركيا على أنها نموذج للدولة الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وما إلى ذلك. بالعكس كان أدائها أسوأ مما هي عليه الآن، لكن المطلوب الآن أن نحن لا نسلم. يعني الأرقام ممكن نقرأها بأكثر من وجه وأكثر من صورة، ويعني الاقتصاديين يرتكبون كثيرا من الجرائم حينما يوظفون الأرقام سياسيا، يعني لرضا السياسيين أو لخضاع الجماهير أو ما إلى ذلك، لكن نحن الآن نتحدث من منظور مبادئي علمي بعيد عن أي شيء. في مشكلة في الاقتصاد التركي، هناك مشكلة، هناك خلل في العلاقة التركية بالعالم الخارجي، تحتاج حالة من التوازن، نعم تحتاج حالة من التوازن. هناك حالة من الاضطراب في إدارة السياسة النقدية من خلال معدل التضخم وسعر الصرف
تحتاج إلى علاج؟ نعم تحتاج إلى علاج، لكن على الدولة التركية إذا أخذت هذا التوجه نحو تخفيض سعر الفائدة أن يكون لديها العوامل الأخرى المساعدة، وبخاصة أنها في حاجة إلى تمويل بعيد. وأنا أستغرب جدا من توجه الحكومة التركية للاقتراض من الصين ومن كوريا ومن غيرها أو بنظام العملات المتبادلة في نفس الوقت الذي تطالب فيه بتخفيض سعر الفائدة، وأنت أمامك الصكوك الإسلامية. يعني نعم أنت تفعلها في إطار المصارف الإسلامية هنا بشكل أعلم حجمه ولا تأثيره، لكن أنا كنت أرى أن في حالة إنفاق تستلزم الحصول على قروض من الصين أن تدعو لاكتتاب في صكوك إسلامية، وهناك حالة تعاطف من العالم الإسلامي أجمع مع التجربة التركية، وكانت يمكن أن توفر هذا التمويل بعيدا عن الاقتراض، وبذلك تقدم دلالة واقعية وعلمية على صحة توجهك نحو سعر الفائدة. هو يعني إجمالا تحدث الدكتور أحمد حول الثقة، تحدث حول التوازن، يعني يبدو المسألة هو مسألة سياسية اتصالية بدرجة أولى. وهنا أختم مع الدكتور سعيد، هل يبدو أن سنذهب إلى الانتخابات القادمة إن كانت مبكرة وفي تاريخها في حزيران 2023 بالاقتصاد وأساسا بالمعيشة في هذا الاقتصاد؟ وكل انتخابات في تركيا بالمناسبة وفي كثير من دول العالم الاقتصاد هو الأهم أساسا. في الدول الأكثر تقدما لا يهتم مناخها في السياسة الخارجية ولا يهتم بكثير منهم، يهتم بما يؤثر على جيبه وحياته اليومية. في تركيا شيء من هذا القبيل مهم جدا، ولذلك العدالة والتنمية كان حزبا جديدا جدا. كفر الناس بالنخبة السياسية التي أدت للأزمات الاقتصادية أتى بالعدالة والتنمية، ثم إنجازات العدالة والتنمية الكثيرة في عالم الاقتصاد والذي أبقاه حتى اللحظة. إشارة مهمة جدا أستاذ محمد، حزب العدالة والتنمية ليس حزبا أيديولوجيا، هو حزب جماهيري بالتصنيف الحالي في تركيا، ولذلك ليس كل الأصوات التي يحصل عليها من قاعدة أو نواة صلبة ملتفة حوله مهما حصل، مثلا أحزاب قومية أو دينية أو ما إلى ذلك، لا. وبالتالي استمرار إنجازاته الاقتصادية والمؤشرات المهمة للسياسات النقدية والمالية والاقتصادية أمر مهم جدا ومحدد، هو كان محددا وما زال محددا. الآن في ظل الأزمات وكورونا وما إلى ذلك وفي ظل التراجع الحالي أصبح الأمر أكثر إلحاحا. نستطيع أن نقول بكل وضوح بكرة الانتخابات أو بقيت في موعدها الاقتصاد هو العامل الأول الذي على أساسه الناخب سوف يحدد. وهنا مرة أخرى صورة الحكومة أو الرئاسة أو الرئيس أردوغان، انطباع الناس الناخبين عنه، هل هو فعلا يسير بخطى واضحة برؤية واضحة المعالم، يسير حتى التراجع محسوب وله أثمان لكن هناك نتائج مرجوة سوف يحصل عليها، أو أن الأمر فلت تماما من العقال ولم يعد هناك قدرة للحكومة على ضبط السياسات المالية والاقتصادية؟ هذه الصورة ستكون محددة مهمة جدا، لأنها تضاف جملة أخيرة لأسباب وسياقات سياسية مهمة، الاستقطاب في البلد، تحالف المعارضة، الأحزاب السياسية التي نشأت وقد تسحب منه بعض الأنصار في الانتخابات، أتحدث عن الأحزاب الجديدة التي خرجت من رحم العدالة والتنمية، غيرها من الأمور، فكرة الموضوع اللاجئين أو المقيمين السوريين، الضغوط الخارجية، الأزمات التي دخلت فيها تركيا إقليميا، كل هذه الأمور تقول أن الانتخابات القادمة هي أصعب على أردوغان والعدالة والتنمية الانتخابات التي صحيح. سبقت. فإذا ما أضيف لها هذا الملف الاقتصادي يعني أنها أصبحت أصعب بكثير، ولذلك مرة أخرى الصورة أولا ثم الإنجاز ثانيا سيكونان محددين جدا في الانتخابات. نحن انطلقنا من الاقتصاد وختمنا بالسياسة، واقع المسألة هي سياسية بامتياز. أشكرك دكتور سعيد الحاج الباحث المتخصص في الشأن التركي أستاذ عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي ودكتور أحمد مصبح الباحث الاقتصادي. الشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.